لفريق السله سيدات، ما شاء الله ربنا يحميهم، كسبوا هليوبلس 2-0. يمكن المباراه الاولى كانت بعد اكسترا تايم، كانت مباراه يمكن كلوز جيم جدا. المباراه الثانيه النادي الاهلي تسيدها، فزنا نتيجه 76-63، ولكن ده لا يمنع ان فريق نادي هليوبلس فريق محترم مع مدير فني محترم. طبعا كابتن علي هاشم كده 2-0 تاهلنا للنهائي. الناحيه الثانيه سبورتنج فاز على الشمس 2-0 النهائي مع ان شاء الله مع نادي سبورتنج. والحقيقه بالحسابات كده انا كنت قلت لكم الحلقه اللي فاتت من رؤيتي يعني الفنيه كده ان غالبا الفريقين دول هيكونوا في النهائي، طبعا ليس تقليلا من نادي هليوبلس ونادي الشمس، ولكن احنا بنتكلم على الحاله اللي فيها الفرق دلوقتي. وحصل الكلام يعني الحمد لله النادي الاهلي تاهل مع نادي سبورتنج. هنشوف، اتوقع هنشوف مباريات كويسه. خلي بالكم نادي الاهلي ضم مي حلوه طبعا نجمه نادي هليوبلس، فطبعا هيكون نادي سبورتنج انا اسف، وهيبقى دي تقريبا اخر مباريتين لمي مع نادي سبورتنج قبل انضمامها للنادي الاهلي. كل التوفيق طبعا لكابتن علي هاشم وبناتنا طبعا في المباريتين القادمين ان شاء الله عشان تبقى بطوله داخل الدولاب النادي الاهلي.